طبعا مسابقة مبادرات إنسانية مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وإحنا طبعا نتقدم لهم جزيل الشكر على موافقتهم وجعل المبادرة الإنسانية مبادرات إنسانية 2 لطلبة وزارة التربية والتعليم. هذه المشاركة أضافت للطالب إضافة كبيرة جدا، حقق الطالب من خلالها مثلا نقول أنه الرضا النفسي بأنه خدم المجتمع، حقق الثقة بالنفس أنه قادر واثق من نفسه أنه ممكن يقدم ما يدعم المجتمع، كذلك أنه تحققت عند الطالب المواطنة، لأن عندما يقدم هذا الدعم والدعم الإنساني للمجتمع فإنه يكون عنده الولاء والانتماء لهذا المجتمع. طبعا هذا المجتمع يمثل هو الوطن، فلذلك فإحنا نحرص دائما على المواطنة، تحقيق المواطنة عند الطالب والارتقاء بها والارتقاء بالقيم اللي لابد أنه الطالب يمتلكها. ملتقى الطلابي لمسابقة مبادرات إنسانية في نسختها الثانية تتويج لعمل مؤسسة في تنمية المجتمع وتتويج لمبادئ المسؤولية الاجتماعية والشراكة الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع. احنا اليوم يعني كشراكة حقيقية وولادة لنتاج عمل مثمر الحمد لله رب العالمين، سوينا شراكة مع وزارة التربية والتعليم وأثمر عنا هذا الملتقى الجميل. هذا الملتقى طبعا هو من إفرازاته أن احنا نحصل على أفكار نوعية في العمل الإنساني، مبادرات جميلة من الطلبة. هاي النوعية من الملتقيات وهذه النوعية من المسابقات تساهم في تشجيع الطلبة على يعني الإبداع وعلى الابتكار وعلى المساهمة في صنع الأثر الجميل في المجتمع والمساهمة في صنع أفكار جميلة هي بالفعل بتكون بنك للأفكار المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اللي راح إن شاء الله تهتم فيه مع المستقبل. كل الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم على هذه المساهمة معنا والفريق العامل وكل الطلبة اللي ساهموا بالفعل. حصلنا ما لا يقول عن 71 مبادرة إنسانية هي جميلة حقيقة، فالجميع فايز، فإحنا جدا سعداء اليوم في هذا الجو الجميل، جو الطلابي الجميل اللي هو بالفعل يعطينا أمل بمستقبل مشرق لهؤلاء الطلبة اللي راح يكونون إن شاء الله مستقبل بناء ونهضة للبحرين الغالي. مشروعنا أنت الأمل هو مشروع يستهدف الأرامل والأيتام، حيث أن هدفنا أن احنا نساعدهم طريقة أن نعطيهم عربة متنقلة فود تراك عشان يبيعون منتجاتهم ويحصلون يعني إنكم بروحهم، ما يحتاج يعتمدون على أي أحد، يعتمدون على روحهم ويقفون على قدميهم بروحهم. مشروع بحريننا تقرأ أطلقته مدرسة غازي صيب الثانوية البنات، فكرته عن طريق إنشاء مكتبة خشبية فيه تحمل الأرفف على جانبه QR، نوفر لكم الكتب المسموعة والمقروءة وغيرها والخاصيات في المنصة لضمانة استدامة الفكرة. نسعى إلى انتشار هذه المكاتب في أوسع نطاق في مملكة البحرين، نهدف إلى إتاحة فرص القراءة بأنواعها للمجتمع وجعل ثقافة القراءة عادة أساسية للمجتمع البحريني ونعزز قيمة التعاون. مبادرة محو الأمية الرقمية هي مبادرة تهتم بمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في إنجاز معاملاتهم الرقمية. كما نعلم الآن جميع المعاملات أو جميع المؤسسات حكومية كانت أو خاصة تتبنى المنصات الإلكترونية لإنجاز المعاملات، فهذه المبادرة تساعد الجميع من خلال الدخول على الموقع، الاستفادة من الفيديوهات والأرشادات التي تكون موجودة عشان تساعدهم بصورة أفضل لإنجاز المعاملات بكفاءة ونجاح وفعالية.